بریلی کا تاجدار کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع عبد الصمد صاحب قبلہ محبی حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا عیسیٰ رضوی صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا جلال الدین صاحب قبلہ وہ نقیب جلسہ محب محترم حضرت حافظ و قاری عبد الحفیظ صاحب قبلہ و دیگر سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَبَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا الواحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي صدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اور مولانا جامی کہتے ہیں محمد بشر لا كالبشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور درویش شیراز کہتے ہیں بلغ العلا بکماله
كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اب بریلی کا تاجدار کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب.